ولنقاش هذا الموضوع ينضم إلي دكتور محمد خطيب، محاضر في كلية صفد وباحث في جمعية الجليل ومركز اللجنة القطرية للصحة. أهلا بك دكتور محمد. هل نحن أمام موجة ثانية لتفشي فيروس كورونا في البلاد؟ نعم، يعني المعطيات تشير إلى أن نحن أمام موجة أخرى، وذلك يعني يرجع إلى الوضع الواضح في الارتفاع المتزايد في عدد الإصابات ونسبة الإصابات والارتفاع والفروقات في نسب الارتفاع اليومية في المناطق المختلفة على المستوى القطري وعلى مستوى المجتمع العربي. نتحدث عن ارتفاعات يعني وبتسارع، فبالتأكيد نحن أمام موجة أخرى، لنأمل طبعا إمكانية السيطرة عليها، ولكن لا تبدو الأمور بهذا الشكل. طيب، جميع التقارير تشير إلى أن الموجة الثانية لها خصائص مختلفة عن الموجة الأولى، ما هي هذه الخصائص؟ الموجة الثانية طبعا ممكن تكون أقوى، بخصوص يعني اليوم احنا بنشوف الحالات المتزايدة على خلفية عدم الاهتمام عند الناس، يعني ممكن يكون التسارع أكثر، يعني تكون الأعداد بشكل تظهر بشكل سريع أكثر. هنالك ممكن يكون خصائص أخرى عند الفيروس اللي ممكن، ولكن لا نعرف هذا. بس من ناحية إبيديميولوجية، من ناحية تفسير، من ناحية عدد الإصابات، تسارع الإصابات ممكن تختلف، مناطق جديدة ممكن إحنا يصلها فيروس الكورونا، فممكن إحنا نكون في وضع آخر يختلف عن الوضع السابق. هذا ممكن قول إن إحنا تعلمنا من الموجة الأولى وتعلمنا من التجربة الأولى، وهنالك ممكن يكون في حلول مش على مستوى الطبي وإنما على مستوى التنظم التنظيمي بالنسبة للتعامل مع الكورونا وموجة الكورونا. طيب، واحدة من الحلول التي يعني طرحت في الموجة الأولى هي الإغلاق والعزل الاجتماعي، هل يمكن العودة إلى سياسات الإغلاق؟ أول شيء أنا أمل أن لا نعود إلى سياسة الإغلاق وخطوات الإغلاق، وكما يبدو حتى الحكومة أو الدولة أو المؤسسة ليست معنية في أن نرجع ل حالات الإغلاق، ولكن لا يمكن نفي هذه الإمكانية. يعني إذا التسارع في الحالات يصل إلى مئات، اليوم إحنا بنحكي على حوالي 300، أكثر من 300 حالة في اليوم، فإذا بدنا نوصل إلى 500 ولا 600 ولا 1000 حالة، هنالك بده يكون في وضع اللي ما في أي مفر إلا من عملية إغلاق أو إغلاق كامل أو إغلاق أجزاء كبيرة يعني من المناطق. اليوم إحنا بنحكي على إغلاق مناطق أو حارات، وهذا أمر مطلوب، ولكن الخطر قائم طبعا، ممكن أن نوصل، إحنا طبعا نأمل أن ما نوصل لهذا الوضع، والمؤسسة ليست على ما يبدو معنية في هذا الشيء، ولكن هذا يتعلق في المعطيات وفي تصرف الناس وفي مدى اهتمام الناس ومنع الموجة من التعاظم ومن الازدياد بسرعة. طيب، نرى بؤر جديدة لتفشي الوباء أيضا في البلدات العربية وفي المجتمع العربي، ما أسباب هذه البؤر؟ وهل عدم أو قلة وجود فحوصات هي إحدى مسببات تفشي الوباء في البلدات العربية؟ الفحص هو ليس سبب في عدم الإصابة أو بالإصابة، الفحص هدفه يكشف الإصابة، إذا أسباب الإصابة هي تختلف. اليوم طبعا واضح أنه أسباب الإصابة هي طريقة التعامل مع الكورونا، يعني عدم الانصياع للتعليمات، عدم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية، والسبب الرئيسي في انتشار العدوى. احنا اليوم نتحدث على مجتمعنا العربي اليوم في حوالي في 1634 حالة، في 247 حالة تم تشخيصهم في الأسبوع الأخير، في 118 حالة تم تشخيصهم في الثلاث أيام الأخيرة، واضح انه وفي حالات وفاة، على الأقل أربع حالات وفاة حدثوا في المجتمع العربي، وهنالك طبعا واضح من المعطيات انه الاسباب هي الاختلاط بين الناس، خاصه في الاعراس وفي المناسبات اللي اليوم تكثر في المجتمع العربي، الاختلاط الزائد، عدم اتخاذ الاجراءات اللازمه، طبعا بده يؤدي لهذا الازدياد، فهذا هو السبب الرئيسي لتعاظم حالات الكورونا في المجتمع العربي. طيب، في حال عودة الفيروس إلى البلدات العربية أو في حال وجود موجة ثانية، هل المستشفيات العربية مهيئة لاستقبال يعني مرضى؟ بدقيقة لو سمحت.
المستشفيات بشكل عام مهيئة طبعا. احنا المستشفيات العربية اذا بنحكي على العربية طبعا نحكي على مستشفيات الناصري، والمستشفى الانجليزي بالناصري كان دائما مهيئ في القسم الخاص بالكورونا، وهو مستمر في هذا الوضع، مع انه اليوم ما بتنشغل هاي الوحدة، ان شاء الله ما بتتشغل، ولكن الجهاز الصحي مهيئ للتعامل. طبعا ما نحكيش على مئات الالاف او عشرات الالاف اللي هنالك في خطر على الجهاز في الحالي، ولكن اذا استمرت الحاله بهذا الشكل وصلنا حتى الاعداد اللي كانت عندنا بشهر 3 و4، لا يزال الجهاز الصحي قادر على تحمل هذه الحالات والتعامل معها. الخطر هو طبعا واضح اليوم على المسنين اصابات. الخطر هو الاصابه عند المسنين، واليوم احنا ما ناخذش وصل لهذا الوضع، وسيأتي في حالات وفيات اكثر في يعني اوضاع حرجه اكثر، واحنا هذا الوضع طبعا اللي احنا ما بدنا نوصله بلا باي شكل من الاشكال. نعم، على امل ان لا نصل الى هذه الحاله. دكتور محمد خطيب، محاضر في كليه صفد وباحث في جمعيه الجليل ومركز اللجنه القطريه للصحه، شكرا لك.